الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني المتوسط. تابع يا شباب مع بعض دروس الرياضيات للصف الأول الدراسي. هناخد دلوقتي يا أولاد آخر درس في الفصل الثاني، وهو بعنوان الأبعاد في المستوى الإحداثي. المستوى الإحداثي هو مو جديد علينا، ولكن احنا خدناه قبل كده كتير، خدناه في الابتدائي وخدناه في اولى متوسط. هو كالاتي يا اولاد، خليكم معايا كده. شايفين الافق هذا، الخط المستقيم الافقي دوت، هو اسمه محور السينات او المحور السيني، تمام كده؟ اهو زي ما كاتبه كده، المحور السين. طيب والخط الرأسي ده اللي في اخره فوق الصاد هنا كده اسمه المحور الصادي. بعد كده نقطة تقاطع المحورين مع بعض هي نقطة ميم، اللي أنا هسميها نقطة الأصل، هي نقطة تقاطع الخطين أو المحورين السين والإيه والصاد. قال لي طيب حرف الزائد اللي حصل لي من تقاطع المستقيمين ده قسم لي المستوى بتاعي إلى أربع أجزاء، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربع أجزاء دول هنسميهم أربع أرباع. هنسمي هذا الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. واحد هيقول لي يا استاذ ما ينفع نرتب العكس، يعني الربع الاول ماشي، وكان الربع الرابع نقول الثاني والثالث والرابع. قال لنا لا، ان هذا الترتيب هو المتفق عليه يا اولاد، اللي هو عكس اتجاه عقارب الساعه. عقارب الساعه بتنتقل من 12 ل1 الى 2 وهكذا بالشكل ده، لا احنا بناخد العكس، بنقول من الربع الاول هكذا ان نروح عكس اتجاه عقارب الساعه، ناخد الربع الثاني ثم الربع الثالث ثم الربع الايه الرابع وهكذا. طيب اي نقطه في المستوى الاحداثي يا اولاد من عينها باستعمال حاجه اسمها الزوج المرتب. الزوج المرتب ده قوس، شايفين زي ده كده القوس هذا، في عنصرين اتنين او عددين، يعني الاول بناخده من على محور السينات، والثاني بناخده من على محور الصادات. بنسمي الاول دوت هو المسقط الاول او الاحداثي السيني، والعدد اللي هو يليه بنسميه المسقط الثاني او الاحداثي الصادي. اذا الزوج المرتب يتكون من احداثيين او مسقطين، الاول لازم يكون سين والثاني لازم يكون من على ايه؟ من على صاد. طب تعال نسمي زي ما بيقول هنا، سمي الزوج المرتب لنقطة ألف، أهي نقطة واقعة هنا في المكان ده أهو، بيقول لي سمي لي المحور الأحداث السيني بتاعها والصادي بتاعها. تعالى كده لو جينا عند ألف، انزل كده عمودي، عمودي يا أولاد ما ينفع تنزل بميل، انزل عمودي كده لغاية ما توصل في المكان هنا عند السينات، هنلاقي نفسي فين؟ الأول. تعالى نشوف الترقيم اللي هو عامله على محور السينات والترقيم اللي هو عامله على محور الصادات. هنلاقي الترقيم عندي ها، ادي نقطة الأصل اللي هي صفر، ساب مربع وخد واحد، يبقى ما بين الواحد والصفر النص. ما عند الواحد ساب الواحد، ساب مربع وخد الاثنين، يبقى ما بين الواحد والاثنين مين؟ الواحد ونص. عند الاثنين ساب مربع، وعند الثلاثة يبقى ما بين الاثنين والثلاثة هو اثنين ونص وهكذا. نفهم يا أولاد الحتة دي. إذا المكان ده هو ثلاثة و ما بين الثلاثة والأربعة، يبقى ثلاثة ونص، ثلاثة ويا ولاد ونص، ده المحور السيني. يبقى نرجع تاني أهو عند الألف، نزلنا عموديا كده لغاية ما اصطدمنا محور السينات، لقينا نفسنا في المكان ده أهو، المكان ده اللي هو المربع اللي بعد الثلاثة اللي ما بين الثلاثة والأربعة، يعني اللي هو ثلاثة ونص. ولذلك كتبنا هنا إيه في محور السينات في الزوج المرتب؟ ثلاثة ونص. طب محور الصادات، ارجع لألف تاني واطلع عمودي بالشكل ده، امشي عمودي بهذا الشكل لغايه ما تصطدم بالايه محور الصادات، هتلاقي نفسك عند مين؟ عند الاثنين. نيجي عند الزوج المرتب ونكتب اثنين. طب نقراه ازاي يا استاذ؟ نقرا ان موقع نقطه ا في المستوى الاحداثي هو 3 ونص و اللي هي الفاصله و2، 3 ونص و2، 3 ونص و2. واضحه يا شباب؟ طيب لو جينا هنا في المثال الثاني، بيقول لي سمي الزوج المرتب لنقطة كاف. على طول يلا بقى، أول حاجة ننظر الترقيم، ها برضه ساب مربع وخد مربع، يبقى هنا سالب
في على يسار ادي خط الصادات يا اولاد، احنا معلش يمكن ما قلناهوش هناك، انما بالنسبه لخط الصادات وخط السينات، على اليمين للسينات الموجب، على يمين الصادات الموجب، وعلى يسار الصادات السالب. طيب فوق، فوق السينات بالنسبه للصادات موجب، تحت السينات بالنسبه للصادات اللي هو الايه السالب. ولذلك هنا ادي محور الصادات اهو، هو هيشتغل على اليسار، يبقى هيشتغل في الاتجاه السالب ولا الموجب؟ لا السالب. تمام، ساب مربع يبقى ده سالب نص، سالب واحد، سالب واحد ونص، سالب اتنين، سالب اتنين ونص، سالب تلاتة، سالب تلاتة ونص، يبقى سالب اربعة، سالب اربعة وايه ونص. يبقى السينات عندي سالب اربعة ونص. نفتح قوس الزوج المرتب ونكتب اللي انا خدته من على محور السينات اللي هي النقطة ده، هي نقول سالب اربعة وايه ونص. نرجع تاني الكاف ونمشي لغاية ما نصادم مع محور الصادات. يلا ادي الصفر سالب نص، سالب واحد، سالب واحد وايه ونص. المكان ده اللي هو ما مقابل تماما لنقطة كاف، يبقى ده في محور الصادات سالب واحد ونص. تعالى تحقق كده بسرعة والولد الممتاز يكتب معايا، تحقق من فهمك. سمي الأزواج المرتبة الموضحة في الشكل. تعالى ناخد ألف اللي هو نقطة نون. تعالى ندور على نقطة نون كده في مصطلح الأحداث يا ولاد. أهي يا أستاذ، يبقى هنا هتفتح زوج مرتب، يكتب ورايا على طول، هتفتح قوس الزوج المرتب هنا وتكفله هنا وفي وسطيه فاصله. نكتب هنا محور السينات. يلا تعالى هنروح عند نون وننزل ننزل ننزل لغايه ما نصطدم بمحور السينات، تلاقي نفسه في المكان ده بين السالب واحد والسالب اتنين كام؟ واحد ونص. طب واحد ونص موجب ولا سالب؟ لا سالب يا استاذ، لان احنا على يسار محور الصادات. نرجع تاني النون ونمشي بالشكل ده، لقينا نفسنا فين على محور الصادات؟ عند الاثنين، يبقى سالب واحد ونص واتنين. تاني يا ولاد، سالب واحد ونص فاصلة اتنين، سالب واحد ونص فاصلة اتنين. تعالى نجيب كمان كاف، اللي ما فهمش معايا نون يفهم معايا كاف. جينا عند كاف اهو، ننزل عمودي لغاية ما نصطدم بالسينات، لقينا نفسنا فين؟ عند الواحد. إذا في المكان ده افتح الزوج المرتب واكتب واحد فاصلة، تعالى تاني عند الكاف ونمشي لغاية ما نصطدم بالصادات، لقينا نفسنا فين؟ بين الواحد ونقطة الأصل. يبقى مين يا أولاد؟ وفوق ولا تحت؟ فوق. يبقى احنا في الموجب. طيب ما بين الصفر والواحد اللي هو نص، يبقى إحداث نقطة كاف هي الواحد وفاصلة النص، واحد فاصلة نص. طب تعالى نجيب مثلا نقطة لام. يلا ها اطلع اصطدم بإيه؟ بالسينات، تلاقي إنها عايزة اتنين ونص في الموجب، أه لأننا على يمين الصادات. تعالى هنا احنا لقينا نفسنا تحت، يبقى في السالب. سالب كام؟ ما بين الصفر والسالب واحد، يبقى سالب نص. يبقى انا عندي هنا ها اتنين ونص وسالب نص، وهكذا ميم والمثال اللي بعده. نفس الكلام يا اولاد، لو قال لي تعرف تحط لي نقطة باء على المستوى الاحداثي؟ اقول له خالص ما فيش اي مشكلة. هي باء كام؟ قال لي السين بتاعها سالب اتنين، النسخة الأول، يبقى ده السين، يبقى نروح عند السينات وندور على سالب اتنين. طب والصاد؟ قال سالب تلاتة وواحد وأربعة، سالب اتنين على يسار مين؟ محور الصادات في اتجاه السالب. طب سالب تلاتة وواحد وأربعة في اتجاه مين؟ تحت، في اتجاه محور الإيه؟ الصادات، بس تحت، تحت محور السينات يعني، عشان يكون في السالب. يلا نشوف سالب اتنين فين؟ الأول نمشي على السينات لغاية هنا إيه؟ نقطة التقاطع، نمشي على يسارها عشان نروح عند السالب. يلا يا ولاد، هذه سالب اتنين اهي يا استاذ، نقف عندها ونقول ايه، نطلع ولا ننزل بالنسبة للصاد؟ قال لا ننزل عشان السالب. ننزل لغاية فين؟ قال تلاتة وربع، اهو عند الاتنين اهو، وننزل ننزل ننزل لغاية ما ننزل هنا. هنا مين يا ولاد؟ سالب اتنين وسالب تلاتة اهي، وناخد زيادة شوية اللي هو الربع، يبقى في المكان ده بالظبط سالب تلاتة وربع. واضح يا اولاد طريقه التمثيل على الاحداث، طريقه تمثيل الاحداثيات على محور السينات؟ هذا ما نبيكم، وهناخد مع بعض يا اولاد الواجب المثالين اللي هم الاولاني واحد لغايه واثنين وثلاثه واربعه، نفس النقاط بالظبط. نحط هنا باء، نشوف السين بتاعها كام والصاد كام، وكذلك الدال وجيم. هتحل معايا واحد وثلاثه واربعه واثنين واربعه، واحد واثنين وثلاثه واربعه واجب. وإن شاء الله إن شاء الله نكون فهمنا الدرس. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.